الله معكم إخوتي وأخواتي الأحبة، وكل اللي عم بيصلوا معنا بلبنان وحول العالم. اليوم 17 أيار 2020، بعدنا بفصل القيامة وبعدنا مستمرين بحالة التعبئة العامة بحسب ما قررت الحكومة بلبنان من كم يوم، وصار إلنا عم نصلي مع بعض 9 أحاد عبر الإنترنت. إذا ما صار تغيير بقرارات الحكومة ممكن نبقى عم نصلي بهالطريقة للأحد القادم ب 24 أيار. بكل الأحوال بالوقت المناسب بناخد القرار المناسب ومنخبركم. اليوم الأخ عبدو ملكي رح يقرأ الإنجيل ويقدم العظة، وطبعا مشكور. وديعة رح تقرأ المزمور والرسالة، وأنا رح صلي الصلاة الرعوية وأعطي البركة. مثل كل أحد كلمات الترانيم مكتوبة على الشاشة، فشاركونا من محل ما أنتوا، والرب يبارككم جميعا. المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، كما كان في البدء وهو الآن وسيكون إلى دهر الداهرين، آمين. المسيح قام، حقا قام. اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم، اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن، شعبه وغنم مرعاه، ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. دعونا نبدأ عبادتنا بترنيمة التسبيح.
القراءة الأولى من سفر المزامير، المزمور 27. الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته، على صخرة يرفعني. والآن يرتفع رأسي على أعداء حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب. استمع يا رب، بصوتي أدعو، فارحمني واستجب لي. لك قال قلبي، قلت اطلب وجهي، وجهك يا رب أطلب. لا تحجب وجهك عني، لا تخيب بسخط عبدك. قد كنت عوني، فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي. إن أبي وأمي قد تركاني، والرب يضمني. علمني يا رب طريقك، واهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي. لا تسلمني إلى مرام مضايقية، لأنه قد قام علي شهود زور ونافث ظلم، لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. آمين. القراءة الثانية من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، الأصحاح الخامس من العدد الأول وحتى نهاية 11. وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل، هكذا يجيء. لأنه حينما يقولون سلام وأمان، حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلى فلا ينجون. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، فلا ننم إذن كالباقين، بل لنسهر ونصحو. لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون. وأما نحن الذين من نهار فلنصحو لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص. لأن الله لم يجعلنا للغضب، بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح.
الذي مات لأجلنا، حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. يبارك لنا الرب هذه القراءة غذاء لنفوسنا ونورا لحياتنا. آمين. قراءة الإنجيل لهذا الصباح مأخوذة من إنجيل متى من الإصحاح 24 ومن العدد 3 إلى العدد 14. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. ليبارك لنا الرب هذه القراءة لنمجد اسمه معنا. نصلي: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تمل قلبي إلى أمر رديء لأتعلل بعلل الشر. آمين. كم هو شبيه الوصف الذي سمعناه من القراءة بزمننا الحالي؟ هناك حروب في أمكنة كثيرة من العالم، وإن لم تكن كلها عسكرية. أمم تتراصف ضد بعضها. هناك مجاعات وأوبئة تفتك بالبشر. الزلازل تهز الأرض بشكل مستديم. اضطهاد المسيحيين يحصل في بلدان كثيرة وإن بشكل متفاوت. فهل اقتربت نهاية العالم؟ سؤال يسأله كثيرون، وخصوصا في الأشهر القليلة الماضية، حيث أن اقتصاد معظم الدول قد تراجع كثيرا، ونتج عن ذلك خسارة كثير من الناس أعمالهم ووظائفهم. توقفت الحركة والعمل في كافة أنحاء العالم، ومات الكثيرون، والعدد ما زال متوقعا أن يزيد بسبب جرثومة لا ترى إلا بالميكروسكوب،
جعلت العالم أجمع يخر على ركبتيه وينظر إلى المستقبل بخوف وشك. لا حاجة لي أن أتكلم عن لبنان لأن الكل يعرف ماذا يحدث فيه. أحببت في هذا الصباح أن أتأمل في موضوع نهاية العالم الذي يشغل بال الكثيرين في مقاربة عملية وعلمية من منطلق مسيحي طبعا. بداية، وكما سمعنا من الإنجيل، يسأل التلاميذ الرب يسوع قائلين: ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ ليس هناك من ذكر لنهاية العالم، لا في إنجيل متى ولا في إنجيلي مرقس ولوقا اللذين يذكران هذا السؤال. انقضاء الدهر لا تعني نهاية العالم، بل إذا كانت تعني شيئا فلربما هي تعني نهاية الزمن أو نهاية الوقت، أي اليوم والشهر والسنة، وهذا متوقع لأنه حين يعود المسيح تنتفي ضرورة الوقت لأننا نعيش معه إلى الأبد. التعبير الأصح عند المسيحيين هو عودة المسيح أو مجيء المسيح الثاني، وليس نهاية العالم. وهذا الحدث هو في صلب إيماننا، ونحن نردده دائما في خدمة العشاء الرباني حين نقول: المسيح مات، المسيح قام، المسيح سيأتي أيضا، لأنه وعد بذلك بنفسه. يصبح عندئذ السؤال: هل نحن نعيش في الوقت الذي يسبق مجيء المسيح، أو هل يأتي المسيح عما قريب؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، لنتأمل سوية في صورة سأحاول رسمها. لنتأمل في إطار معلق أمامنا على الحائط. في نصف الصورة من ناحية اليسار هناك بشر كثيرون، ومن ضمنهم هناك أناس مسيحيون نستطيع أن نميزهم في الصورة لأنهم مختلفون. وهؤلاء يمشون على طريق تذهب إلى نصف الصورة الآخر من ناحية اليمين، وقرب نهاية الطريق تنقسم إلى قسمين. الأول ينتهي عند الرب يسوع وهو واقف على قدميه، والثاني ينتهي عند الرب يسوع وهو جالس على العرش السماوي. المسيحيون في الصورة هم نحن، نمشي على الطريق المؤدي إلى الرب. إذا مات جسدنا فإننا نذهب إليه وهو جالس على عرشه، لأننا معه الآن بواسطة الروح القدس، ونكمل إليه حين يموت جسدنا. أما إذا عاد وما زلنا موجودين بالجسد فإننا نلاقيه وهو واقف أمامنا. بكلا الحالتين الطريق تؤدي إلى الرب يسوع. ما هي العلامات التي تسبق مجيء المسيح؟ وهل هي تحدث في زماننا هذا؟ تكلم الرب عن الزلازل والحروب والمجاعات والأوبئة، وهذه تحصل كلها في وقتنا هذا طبعا، وفي كل مكان من الأرض، ولكن هي كانت تحصل أيضا منذ بدء الخليقة. الحروب ملأت التاريخ، والزلازل دمرت مدنا بأكملها، والمجاعات والأوبئة حصدت أرواحا كثيرة على مر الزمن. لذلك هذه العلامات لا يمكنها أن تكون مرجعا زمنيا لعودة المسيح، لأنها تحصل في كل الأزمنة. تكلم المسيح أيضا عن اضطهاد يحصل للمسيحيين وعن البغض الذي يلحق بهم لأجل إيمانهم، وهذا الاضطهاد والكره أيضا يحصلان منذ صعود المسيح ولغاية الآن، وبالتالي هذه أيضا لا تمكننا من القول أن المسيح عائد قريبا. وعلى سبيل المثال، كان المسيحيون الأوائل يعتقدون أن المسيح لابد أن يأتي في زمنهم ذاك بسبب الاضطهاد والمذابح التي حصلت لهم، وطبعا لم يعد المسيح لغاية الآن. إذا كنا نعيش مع المسيح بالروح القدس
ونمشي على الطريق المؤدي إليه. فلماذا نهتم متى يأتي؟ برأيي هناك سببان لذلك. الأول هو الخوف من الأحداث التي تدور من حولنا، وبالتالي الخوف من المستقبل، فنقول في أنفسنا: ليت الرب يعود الآن ليخلصنا مما يحصل. والثاني هو الاشتياق إلى الإنسان الكامل والإله المحب الرب يسوع، فنقول: ها هو آت، أو مجيئه قريب وعلى الأبواب. للخائفين يقول الرب يسوع: متى رأيتم هذه الأمور تحصل، انتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم تقترب. في كل وقت وفي كل مكان وحين يحصل الشر، لنتذكر أننا أولاد الله القادر على كل شيء والممسك بأمور العالم، ولتكن لنا ثقة به، فهو الذي قال: إن شعرة واحدة من رؤوسكم لا تسقط إلا بعلم أبيكم. أيضا إذا كنا كبشر نعرف كيف نحافظ على أولادنا، فكم بالحري أبونا السماوي يعرف كيف يحافظ علينا. ومن منا لديه اشتياق أن يكون مع الرب، فلنتذكر ما قاله لبطرس الرسول: إذا كنت تحبني فرعى خرافي. وأيضا للتلاميذ: ها أنا معكم إلى انقضاء الدهر. الرب يسوع معنا الآن، وإذا أحببناه واشتقنا إليه فلنتذكر أن ما زال لدينا عمل نعمله هنا على الأرض. السؤال هنا إذن: لماذا أعطانا الرب هذه العلامات إذا لم تكن للدلالة على وقت مجيئه؟ مع العلم أنه استعملها للإجابة على سؤال التلاميذ: متى تعود؟ الجواب يأتي على لسان الرب في نهاية الإصحاح، فيقول: اسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. كلمة اسهروا لا تعني هنا لا تناموا جسديا، بل هي تعني لا تناموا عن عمل الرب منتظرينه، وكأنه يأتي غدا صباحا. وبما أن العلامات تصح في كل الأزمنة والأوقات، يطلب منا الرب أن نسهر على عمله في كل الأزمنة والأوقات كذلك. يقول في نهاية الإصحاح أيضا: فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم طعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. طوبى لنا إذا سهرنا على عمل الرب ورعينا خرافه. بهذا المعنى يقول الرسول بولس إلى سكان تسالونيكي: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات، بمعنى أنها ليست ضرورية. ما هو ضروري هو أن نسهر على عمل الرب دائما، لأننا لا نعلم متى يعود. لعل العلامة الزمنية الفارقة الوحيدة التي تكلم عنها الرب والتي تسبق مجيئه هي بشارة الملكوت لكل سكان العالم. يقول الرب: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. لعل عصرنا هذا هو الأنسب لنشر الإنجيل بسبب تكنولوجيا الاتصالات التي تسهل انتقال المعلومات إلى كل أنحاء الكرة الأرضية. ولكن حتى هذه العلامة نحن لا نعلم يقيناً متى تتم بالكامل، ومتى يسمع كل بشر عن يسوع المسيح. لذلك إذا أردنا أن يعود المسيح، فعلينا أن نساهم بنشر الإنجيل، بأن نكون نوراً للعالم بمحبتنا لله أبينا وبمحبتنا لقريبنا. ليس هناك من نهاية للعالم، بل هناك تتمة لهذا العالم بعد أن يأتي المسيح. هناك عالم جديد نعيش فيه مع الرب بعد أن نصل إليه. وحتى ذلك الوقت
نحن نسير على الطريق المؤدي إليه، نعثر بعض الأحيان ونقع، يخنقنا شوك الطريق فنصير بلا ثمر، نحيد عن الطريق في أحيان كثر ونظن أن الكنز الذي وجدناه بجانب الطريق هو الكنز الحقيقي. لكثرة الشر الذي يحصل من حولنا نقف ونقول أنا لن أكمل الطريق، بل سأبقى هنا مع هذه الشعوب التي من حولي. عندئذ وبمحبته اللامتناهية نسمع الرب يهمس في أذننا مثلما همس في أذن داود النبي قائلا: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. نعود إلى الطريق ونمشي عليها من جديد ناظرين الكنز الحقيقي في نهايتها الذي سنصل إليه حتما الآن أو بعد حين. الرب يسوع المسيح له كل سجود وإكرام إلى الأبد. آمين. ترنيمة الختام أيها الإخوة هي الترنيمة رقم 5، الليل منتهٍ دنا النهار. ترنيمة رقم 5.
دعونا نحن رؤوسنا ونرفع قلوبنا نحو السماء بالصلاة نصلي. إلهنا المحب الرحوم، نتقدم أمامك الآن بقلوب تائبة وخاشعة، رافعين إليك صلواتنا الخارجة من أعماق القلب. في هذا الفصل الذي صنعته لخلاصنا، نسألك قبل كل شيء أن تكون معنا دائما وترشد أفكارنا وخطواتنا، فنسير معك نهارا وليلا بنور صليبك الذي لا ينطفئ. نحمدك يا رب من أجل الصحة والفرح والنجاح والطمأنينة، ونشكرك على مرافقتك لنا زمن المرض والحزن والفشل، فمن خلال هذه كلها نستشف مدى محبتك اللامتناهية لنا، ونختبر القيامة ومعنى انتصارك على قوات الظلمة والشر في العالم. نحمدك يا الله من أجل كنائسك التي غرستها يمينك في لبنان والشرق والعالم، ونطلب إليك أن تلهم جميع القيمين على شؤونها والذين يخدمونها كي يسعوا لتمجيد اسمك لا أسمائهم. بارك كنيستنا في بيروت وأنجح جميع أعمالها ومؤسساتها الآيلة إلى خدمة الإنسان. كن مع جميع أبنائها وبناتها الموزعين في أنحاء العالم المختلفة، ومع كل الذين يشاركون في هذه الصلاة اليوم في منازلهم وعن بعد. وفق الجميع يا رب أعمالهم، أنجح مقاصدهم، احفظهم حيثهم في هذه اللحظة، وأبعد عنهم كل شر وأذى ومرض وألم ووباء وهم. نشكرك يا رب أيضا من أجل العائلة والأصدقاء وجميع الناس ذوي الإرادة الحسنة. قوي الكل يا رب، وكن معينا لهم وحافظا دائما، خاصة في أوقات الضيق، أوقات الضيق هذه التي نمر بها، وفي زمن الخطر الناتج عن هذا الوباء الخبيث الذي حل بالعالم دون هوادة. رافق مرضى الكورونا والذين يعتنون بهم من أطباء وممرضين ومسعفين. أعطنا يا رب أن نتعظ وأن نتعلم من جراء ما حل بنا بسبب هذه الجائحة. أعطنا من الآن وصاعدا أن نتعامل مع خليقتك بحكمة واحترام، كي لا ترتد أخطاؤنا علينا وتسبب ما سببه هذا الوباء. كما نصلي اليوم لأجل كل أحبائنا المرضى في البيوت والمستشفيات، طالبين لهم الشفاء العاجل. ونتذكر أيضا في هذا الصباح كل من فارقنا من هذه الدنيا في سلامك والإيمان بك. أعطنا عزاء من السماء لكي لا نحزن عليهم كالذين لا رجاء لهم. أرشد يا رب الحكام والقيمين على شؤون لبنان والمنطقة والعالم، ألهمهم الحكمة من لدنك كي يقودوا العباد والبلاد نحو السلام الدائم القائم على العدل والحرية وعلى احترام حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة والطبيعة. امنحهم بركة ونعمة من السماء لكي يجتاز لبنان بل كل بلدان العالم هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها بنجاح، ولكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم الجسام بجرأة واستقامة وحكمة ورؤية واضحة. وحد يا الله قلوب جميع المسيحيين المؤمنين بك، فيكونوا كنيسة واحدة تؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله المتجسد لأجلنا. علمنا أنك وحدك الإله القادر على كل شيء والمنتصر على الجحيم والموت بابنك الوحيد يسوع المسيح
الذي له معك ومع روحك القدوس المجد والسجود الآن وإلى الأبد. وهو علمنا أن نصلي إليك ونقول معا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. والآن عيشوا في سلام، وكونوا في سلام مع بعضكم البعض ومع الخليقة، ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معكم وتسكن في قلوبكم وعائلاتكم وحيثما أنتم، الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين.